اللي جاي نحكي في مستقبل برج الحمل هو جاستس فور اوف وانز ونايت اوف كابس. انا شايفه ان العلاقه هتستقر جدا في المستقبل، ممكن كمان يكون في جواز او خطوبه اي حاجه من الحاجات دي. يعني في المستقبل العلاقه فيها امل كبير قوي. جاستس ممكن تكون طعمه مع برج الميزان. انا شايفه ان انتوا زي كده هتاخدوا حقكم، يعني العلاقه هتتحسن وانتوا فعلا هتاخدوا اللي انتوا تستاهلوه. انتوا تستاهلوا تبقوا مع حد بيحبكم وبيقدركم، ده فعلا اللي انتوا هتاخدوه. تمام. نايت اوف كابس، انتوا طبعا لما تلاقوا ان الشخص ده بيقدركوا وتغير وكل ده هتبداوا تقدموا له الحب انتوا كمان يعني. تمام. فده اللي جاي ناحيتكم في المستقبل. طيب اللي جاي ناحيه الحبيب بتاعكم في المستقبل هو 9 اوف سوردز، 9 اوف وانز، نايت اوف وانز. تمام. ممكن تكونوا تتعاملوا مع حد برج ناري. انا شايفه ان الشخص ده في المستقبل هيكون عنده مشاكل شويه، محتاج ان انتوا تقفوا جنبه. مش هيعرف ينام بالليل بجد، ممكن يدخل في مرحله اكتئاب لو محدش وقف جنبه وخلاه يفضفض. 9 اوف وانز هو هيبذل مجهود كبير قوي في الفترة اللي جاية في المستقبل، هيكون عنده شغل كتير، مسؤوليات كتير، هيبقى محتاج راحة، فيبقى محتاج حد يساعده. تمام. فده يجي دوركم هنا بقى، بالذات لما الكارت يبقى موجود، الشخص ده هيبقى محتاج مساعدة وحب، وده اللي انتوا غالبا هتقدموه له لما يثبت لكم ان هو اتغير. تمام. نايت اوف وانز، لو الشخص ده بعد عنكو في المستقبل اعرفوا ان هو ليه سبب، يعني حاولوا تعرفوا ايه السبب، لان هو فعلا فعلا هيبقى مضغوط جدا، فحاولوا تقدروه. تمام. لان هو مش هيبقى بيعمل كده من فراغ يعني. ماشي. فده اللي جاي ناحيتكم وناحيتهم في المستقبل. يلا بينا نشوف الرسائل والنصايح بتاعتكم. Express your love, religious factors, children. الكارت ده ممكن يكون معناه ان انتم متجوزين ومنكم اطفال، ده لبعض الناس. الكارت ده برضو ممكن يكون معناه لبعض الناس تانية وان انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي، وان دي عشره كبيره قوي، يعني انتوا مش معرفه سنه مثلا ولا حاجه، لا من زمان عارفين بعض. تمام. religious factors هنا معناها ان انتوا ممكن يكون في عوامل دينيه او ممكن حتى عوامل عائليه بتاثر على العلاقه بتاعتكم، زي مثلا ان انتوا ممكن تكونوا من ديانات مختلفه، او ان انتوا مثلا في حد من العيله، ايا كان من عيلتكم ولا عيلتهم، مش موافق على العلاقه دي او عامل مشاكل. دي حاجه انتوا لازم تحلوها، ما تسيبوهاش تكبر. express your love، انتوا لازم تبينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه. هو هيبدا ده بعد، يعني هو هيبدا يثبت نفسه، وده هيبان شويه في يعني قرب اخر فبراير. تمام. لما هو يبدا يثبت نفسه انتوا فعلا هتاخدوا بالكم كده وهتبقوا مبسوطين ساعتها. ابداوا بينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه وان انتوا مقدرين اللي هو بيعمله، يعني زي كده ما تحبطوهوش، يعني تقوش يعني ما تقلوش عليه بزياده، يعني هو عشان هو فعلا هيجي عليه فتره زي ما قلت هنا في المستقبل بتاعه ان هو هيبقى محتاج الحب ده. ف فعلا ما تت يعني زي كده ما تتقلوش عليه بزياده، لان هو هيبقى فعلا محتاج ده قوي. تمام. بس كده. فدي غالبا الرسائل بتاعتكم. اهم حاجه المشكله اللي هنا اللي هي علاقه بالعوامل الدينيه او العوامل العائليه لازم تحلوها، لان لو هي فضلت يعني لو ركنتوها على جنب ونسيتوها هتاثر على العلاقه بتاعتكم بشكل كبير، فلازم تحلوها. تمام. فبس كده احنا كده خلصنا الفقرة دي. يلا بينا ندخل على الفقرة التانية والأخيرة. طيب لو بتتعاملوا مع برج الحمل زيكو جاستس وكينج اوف بنتكلز، شايفة ان انتوا بتتعاملوا مع حد هو عاقل جدا، بياخد قرارات بعد تفكير طويل، يعني هو بيفكر كويس قبل ما ياخد اي قرار. وانا شايفه ان هو مستقر ماليا. انا شايفه ان الشخص ده ممكن يكون هنا بالذات لو انتوا بتتعاملوا مع شخص برج الحمل ممكن يكون الموضوع عكسي، انتوا اللي مزعلينه مش هو اللي مزعلكم. فهو هنا زي كأنه حاسس انه عايز ياخد حقه، او ان هو متضايق، هو محتاج ان انتوا يعني تثبتوا له ان انتوا احسن مثلا. انا حاسه قوي هنا ان هنا الموضوع عكسي، يعني هي انتوا اللي مزعلينه، لان هو متضايق قوي منكم، هو عايز ياخد حقه. تمام. فبس يعني لو بتتعاملوا مع برج الثور 8 اوف كابس المقلوب 10 اوف بنتكلز، الشخص ده عمره ما هيبعد عنكم، الشخص ده هيحاول بكل الطرق ان هو يفضل جنبكم، لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكم، شايف نفسه بيبني عيله معاكم، شايف نفسه بيبني مستقبل معاكم، هو عايز يكمل معاكم. وهو في المستقبل لو انتوا كملتوا مع بعض العلاقه هتبقى مستقره جدا، وهيبقى عندكم استقرار مالي، وممكن جدا باذن الله يبقى عندكم اطفال. فانا شايفه ان في امل كبير قوي ان العلاقه دي تبقى كويسه، فادوا الشخص ده فرصه.
طيب لو بتتعاملوا مع برج الجوزاء، كوين اوف كابس وسكس اوف وانز، شايفه ان الشخص ده من جواه متضايق على اللي هو عمله، ندمان وزعلان، بس هو مش بيبين كده، هو بيبين العكس، يعني هو بيبين ان هو كويس خلاص ما بيجيبش سيره الموضوع، بس هو من جواه بيفكر في الموضوع كتير. فانتوا يعني هو هيحاول يثبت لكم ان هو كويس وان هو اتحسن، بس انتوا زائد انكم ايه، ما تفضلوش كل شويه تفكروا ان هو زعلكم، يعني ما تذلهوش من الاخر، لان هو مش محتاج ذل اصلا، هو لوحده متضايق. لو بتتعاملوا مع برج السرطان 3 of cups و 7 of pentacles، انتوا بتتعاملوا مع حد زي كده كل شويه بيحاول يفرفشكم، كل شويه بيحاول يطلعكم بره مود الزعل، بره مود ان انتوا زعلانين منه، كل شويه بيحاول يحسسكم ان العلاقه حلوه وكويسه، بس انتوا مش بتستجيبوا خالص. فهو بدأ يفقد الامل، بدأ يفقد الامل في الموضوع، اللي هو انا بحاول افرفشهم، بحاول اخليهم مش زعلانين، بحاول اخليهم مبسوطين معايا، بحاول ابسطهم باي طريقه، بس هم مش مبينين حتى ان هم مبسوطين، كل ما اعمل حاجه احسهم متضايقين اكتر، هما بدأوا يفقدوا الأمل. فلو انتوا بتتقالوا عليهم، أنا شايفة إن انتوا يعني كفاية، لأن هما خلاص هيبدأوا يزهقوا، يعني مش يزهقوا خلاص، فقدوا الأمل، مش هيحاولوا تاني. تمام. لو بتتعاملوا مع برج الأسد 3 أوف كابس و 7 أوف سورز، شايفة إن الشخص ده اتجرح أوي لما بعد عنكم، لما انتوا الاتنين اتخانقتوا، فهو قرر يحارب عشان العلاقة دي، قرر يحارب ويعافر عشان العلاقة دي، فهيعمل مهما كان انتوا عايزينه هيعمله عشان يثبت لكم ان هو يستاهل. تمام. فبس كده، يعني مفيش كلام اكتر من كده، الشخص ده هيفضل وراكم لحد ما انتوا الاتنين تتصالحوا. تمام. لو تتعاملوا مع برج العذراء Page of Swords و The Devil، انا شايفه ان انتوا متعلقين بالشخص ده قوي، وانا شايفه ان هو ممكن يكون اصغر منكم في السن. انا شايفه ان انتوا بلاش تكملوا مع الشخص ده، لان هو عنده صفات سلبيه كتير وهو ما بيتغيرش. تمام. يعني انتوا متعلقين بحد ما بيتغيرش، كل شويه يقول لكم انا هتحسن وانا هعمل، وفي الاخر ولا حاجه، ما بيحصلش اي حاجه. واعتقد ان الكلام ده انتوا هتعرفوا ان هو حقيقي، لان هتبقى حصلت معاكم قبل كده. تمام. حصلت ان هو يقول كلام وفي الاخر ما بيعملش بيه، هو بق يعني، فمش شايفه ان انتوا تكملوا مع حد زي كده. لو بتتعاملوا مع برج الميزان King of Wands و Ace of Swords، أنا شايفة إن انتوا بتتعاملوا مع حد عنده إصرار قوي، فأنا شايفة إن هو يعني انتوا، يعني اللي أنا عايزة أقوله إن هو دلوقتي انتوا الخناقة اللي حصلت كانت بسبب إن هو كذب. تمام. كذب عليكم، فهو دلوقتي قال لكم إن هو عمره ما هيكذب عليكم، أنا شايفة إن هو اللي هو قاله ده فعلا هيحصل، هو مش هيكذب عليكم تاني، هو هيحاول يبقى صريح معاكم على قد ما يقدر، لأن أنا شايفة إن هو شخص عنده اصرار جامد قوي، فلو هو مصر ان هو يخلي العلاقه دي تكمل، يبقى هو فعلا مش هيكذب عليكم، وانا شايفه ان هو فعلا مصر. تمام. يعني باين من الكادر، فانا فعلا شايفه ان انتوا تصدقوه وتدوا له فرصه. يعني طيب لو بتتعاملوا مع برج العقرب، سبحان الله ذكرت برج العقرب Death و Ace of Wands، انا شايفه ان الشخص اللي هيعرض عليكم بدايه جديده، بدايه كلها شغف، بدايه كلها حب، وانا شايفه ان البدايه الجديده دي تبقى سعيده جدا، يعني شايفه ان انتوا فعلا توافقوا عليها. الشخص ده خلاص هيفتح صفحه جديده معاكم، هيتغير 180 درجه، هتلاقوا نفسكم بتتعاملوا مع شخص تاني. اهم حاجه بس ان الشخص ده يفضل ما يرجعش لطباعه القديمه، لو رجع لطباعه القديمه ابعدوا عنه. تمام. بس اهم حاجه ان هو، يعني انا مش حاسه ان هو هيعمل كده، بس لو عمل كده ابعدوا عنه. لو تتعاملوا مع برج الكوست 2 اوف وانز وذا هاي بريستس، انا شايفه ان الشخص ده عنده حاجات كتير انتوا ما تعرفوهاش عنه، يعني انتوا لسه ما تعرفوهوش كويس قوي كده، انتوا لسه زي كانكم مرتبطين جديد، او يعني الشخص ده لسه انتوا ما تعرفوهوش كويس، ولا هو يعرفكم كويس، انتوا ما تعرفوش حتى كل حاجه عن حياته. فتو اوف وانز، الشخص ده زي كانه محتار، هل هو هيحارب عشان العلاقه ولا لا، هو حتى لسه ما قررش اصلا. تمام. فانا شايفه ان انتوا قبل ما تقرروا كل شويه تسامحوا الشخص ده على غلطاته، اعرفوه كويس الاول، يعني ممكن هو طبعه ان هو ما بيتغيرش. تمام. يعني شوفوا كده من المواقف اللي حصلت، حاولوا تجمعوا معلومات كفايه عن شخصيته عشان تقرروا انتوا عايزين تسامحوه ولا لا. تمام. لان مش شرط يتغير. لو بتتعاملوا مع برج الجدي، انا شايفه ان الشخص ده هيعمل كل اللي في ايديه ان هو يصلح العلاقه، يعني هو شايل هم، شايل المسؤوليه ان هو الغلط كان غلطه، فهو اللي هيصلحه، فدي مسؤوليته هو، ده اللي هو شايفه وده اللي هو مقتنع بيه. انا شايفه ان الشخص ده خلاص بنى على حقيقته، انتوا عرفتوه كويس وشه وظهر، يعني زي كانكم قريتوا كتاب من وشه لظهره، خلاص انتوا عرفتوا كل صفات الشخص ده، فهي الفكره ان انتوا خلاص هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوه على كده ولا لا.
تمام، عشان لو مش هتستحملوا كل عيوبه يبقى بلاش بلاش تكملوا معاه اصلا. بس من ناحية التغيير هو مقرر يتغير. لو تتعاملوا مع برج الدلو، The Hierophant و The Hermit، طيب الشخص ده هيبقى مخلص جدا ليكوا، بس أنا شايفة إن الشخص ده هيعوز شوية وقت بعيد عنكوا يقرر هو عايز إيه في الدنيا. يعني هو مشتت شوية، ما بيعرفش ياخد قرارات، ممكن حتى ما يكونش عنده أهداف في حياته، يعني ما يكونش عنده خطة، يكون ماشي فيها كده اللي هو زي ما ربنا اللي ربنا يجيبه حلو يعني. فالشخص ده هياخد فترة كده شوية بعيد عنكوا ويقرر هو عايز إيه بالظبط. هل هو عايز اصلا في المستقبل مثلا يكون مرتبط، يعني يكون مرتبط مثلا، ولا هو مش عايز يتجوز اصلا، ولا هو عايز ايه اصلا، هو مش عارف. تمام، بس من ناحيه الحب هو بيحبكم جدا وهيبقى مخلص جدا ليكم، يعني انا مش شايفه ان هو ممكن حتى في احتمال ان هو يخونكم يعني. تمام، لو انتم مع حد اصلا خانكم قبل كده فاكيد انا مش بتكلم عليكم، بتكلم على حد تاني. بتكلم على حد عمرهم ما عدوا بحاجه يعني عمرهم ما عدوا بخيانه اصلا، فده مش هيحصل يعني. فاللي ما عندوش بخيانة مش هيعدوا بخيانة. تمام، فده هيرمس هنا هو هياخد شوية وقت عقبال ما يقرر هو عايز ايه، بس هو عمره ما هيكدب عليكم ان هو مثلا يقول لكم ان هو عايز يكمل معاكم وهو من جواه لا، مش هتحصل. تمام، لو بتتعاملوا مع برج الحوت، 8 of Pentacles و King of Swords، طيب انا شايفه ان الشخص ده هيحاول يبذل مجهود ان هو يكون احسن، ان هو يرضيكو، في نفس الوقت هو برضه بيبذل مجهود في شغله، زي كأنه عنده هدف عايز يوصله في الشغل، ترقيه ولا حاجه، عنده هدف كده. King of Swords، بس يعني اللي هو ايه، هو هيبذل مجهود عشان يصالحكو، بس هيستنى منكم ان انتوا تقدروا المجهود ده، اللي هو ان انتوا تقدروا المجهود، تقول لهم مثلا ان انتوا مقدرين اللي حصل ده او كده. لو مثلا جيتوا في يوم من الايام وقلت لهم مثلا، جبتوا سيره الخناقه دي ويقول لك لا ما انا عملت كذا وكذا عشان اصالحك ولا اصالحك، انتوا مش مقدرين، انتوا مش عارف ايه، يعني فاهمين هم هيعملوا كده، فهم هيبقوا مستنيين كده، يعني مستنيين ان انتوا تقدروا اللي هم بيعملوه، يعني هم من النوع ده من الشخصيات.